جود مورنينج. جبت عجبنة زعتر دونات على شوكولا وبريوش بتمر. حبلش اول شي بالمالح، حبلش بالزعتر جواته فيه منيح زعتر. خلينا ندوق. هلا طيب رح بلش رانكينج من هلا، رح حطه هيدا ثالث. خلينا ندوق الجبنة هلا. طيب بس خلينا نسخنها حتى نشوفها بصير اطيب. خلينا ندوقها. حسيتها اطيب قبل ما سخنها، بس الزعتر حبيتها اكثر فهي بحطها الرابعة. هلا دونات على شوكولا. ما وصل لي شوكولا فرح افتحها بالنص. في شوكولا من النص بس على الميلات مش كتير. طيب اذا من النص بس على الميلات ما بعرف ليه ما فيها شوكولا، بس طيب كتير اذا بتكتشوها مع شوكولا وكل شيء يعني من النص. فهي بحطها الاولى. هلا البريوش عطمر. كان لازم هي حطها الاولى، بس هي خلاص رح تطلع الثانيه. قولي لي الشهر المرة الجاية وما تستعمل فولو. باي.